لا ننظر إلى صورة الأشياء، ده فلان ده أبدا خالص. فلان اللي أنت شايفه ده زي ما كنت بتقول حضرتك من شوية، يعني زي ترامب ولا زي مين؟ ترامب ده ما ده مسكين، كنا بنقول قبل الفاصل انهراق المسكين، يعني والله شيء مؤثر فعلا. ينظر إليه قال مسكين بهذا اللفظ، لو أراد الله به خيرا صعب عليه، أشفق عليه. تصور هذه الصورة كيف يشفق عليه. تصور الآن صورة مثلا رؤساء العرب ولا كذا لما بيعودوا مع ترامب عاملين إزاي، يجلس هو جلسة المسكين أمامه، وأبو بكر يرى أن هذا مسكين، مش مسكين عشان مش لاقي يأكل، لا مسكين لأنه محروم من هذا الدين، محروم من الهداية، محروم من الإيمان بالله، عايش عيشة بائسة والله، ولو كان رئيس لأكبر دولة في إطلاقا. فإحنا يعني هذا الأمر، ولكن ندخل عليهم بروح الرحمة وروح الشفقة وليس بروح التوبيخ أو بروح يعني نحن بنتنطط عليهم بمعنى إطلاقا، وإلا هذا يصل إلى قلوبهم، لكن بروح الخوف عليهم والشفقة والرغبة الشديدة بإيصال الخير لهم فقط. نحن أداة فقط، وسيلة، وبدون يعني ما يكون هذا الشعور حقيقي هندخل في مشاكل. يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فضل الشيخ، يجب إرسال رسائل لزعماء الدول الغربية، لترامب، لرئيس فرنسا، لملكة بريطانيا ومن دونهم. إذا كنا بنقول ده واجب على أنه يصل إلى هؤلاء، فبالك بالناس العادية. يعني لو أنا عايش مثلا في أمريكا الآن، طب جاري هذا غير المسلم، وأنا أسأله كل يوم، بتكلم معاه كل يوم، بتعامل معاه.